نادي الزمالك بقى. اقوى رئيس نادي عدى على نادي الزمالك؟ كابتن حسن حلمي من غير ما افكر. كابتن محمد حسن حلمي من غير ما افكر. دكتور كمال درويش كان له انجازات عظيمه يعني. لكن يبقى المهندس محمد حسن حلمي هو رمز، هو رمز نادي الزمالك عبر تاريخه. راجل حكيم وراجل راقي وحاجه، لانه رؤساء الانديه انا بسميه ده رجل دوله. يعني رئيس النادي ده هو رجل دوله، لانه انت بتدير مؤسسه بحجم الاهلي او الزمالك بشعبيه جارفه، تصرفاتك بتدير جماهير، بتدير جماهير بالظبط كده طبعا، وجماهير مش قليله طبعا، ومش في مصر بس. طب لو طلبت من حضرتك ترتب لي ثلاث اهم رؤساء لنادي الزمالك. انا عارف انت عايزه توصلي لايه. هذه هي المراوغة، براوغ مع حضرتك. هذه المراوغة بعينها، براوغ. شوفي أنا هحط طبعا المهندس حسن حلمي، وهحط الدكتور كمال درويش، واحد واثنين وثلاثة. هنحطها نقط. ليه نقط؟ محدش يملاها؟ يعني خلينا نحكم الفترة الجاية دي. حسين لبيب ولا مرتضى منصور؟ مستشار مرتضى منصور له إنجازاته محدش يقدر ينكرها، وله أيضا إخفاقاته محدش يقدر ينكرها. كان مأخذي على إدارته لنادي الزمالك إنه دايما حاطط النادي الأهلي والكابتن الخطيب قدامه، وكان ما بيننا باستمرار مكالمات يعني خاصة، وكنت دايما أشاور في المنطقة دي إنه دايما رئيس النادي هو رجل دولة يعني. فلكن هو إنجازات رياضية، قالوا إنجازات رياضية. وجوه نادي الزمالك الناس تقولك إنه كان عامل نادي حلو، اتكلم على اجتماعيا يعني. الاخ كابتن حسين لبيب لسه ما شفناش، لكن يحسب له ان هو خلص المديونيات بتاعت نادي الزمالك، ودي حاجه مش قليله برضه. طب ليه علاقه حضرتك بالمستشار مرتضى منصور فتره شهر عسل وفتره محاكم الاسره؟ صح. لانه هو كان من النوع اللي ما بيتقبلش قوي النقد. وهو دايما حتى يقول لك انقدني انا بس مالكش دعوه بالزمالك. الاعلامي شغلته دي يعني، احنا مش هنتكلم في اكبر ناديين في مصر، هنتكلم في ايه؟ وبعدين احنا بنتكلم لان عندهم قاعده جماهيريه كبيره طبعا، والقاعده الجماهيريه دي من حقها ان تعلم. وبعدين انا ما كنت بنتقد نادي الزمالك، كنت بنتقد النادي الاهلي ايضا. ولما انتقدت صفقات في الزمالك انتقدت صفقات في النادي الاهلي ايضا، مساله مش واقفه على ده دون ده.